فكرة خاتم الضفدع إن إحنا نبدأ إن إحنا ندخل برضو خرز أخضر بالشكل ده، خرز تفسيره أخضر. طبعا ده إحنا استخدمت هنا أزرق مقاس، بدأت إن أنا أدخل واحد من اللون الأسود وخمسة من اللون الأخضر، ونبدأ بالخيط البلاستيك كده نرجع في اللون الأسود كده، نبدأ إحنا ندخله تاني بالشكل ده عشان يدينا شكل عيون الضفدع بالشكل ده. نبدأ إن إحنا نشد الخيط بالشكل ده. بعد كده نبدأ إن إحنا ندخل ثلاث خرزات باللون الأخضر. وبعد كده خرزة من اللون الأسود وخمسة من اللون الأخضر. بعد كده بنفس الطريقة السابقة بنبدأ إن احنا ندخل خيط البلاستيك في الخرزة السوداء. بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نكمل بقية الخاتم على حجم على حسب حجم الاصبع بالخرز الاخضر، ونبدأ ان احنا نربطه بنفس الطريقة السابقة.